خدت منك وقت قد ايه عشان تنفذ الرابط وتنزله على ارض الواقع؟ يعني كل نسخه خدت منك وقت قد ايه؟ اوكي، هو طبعا يعني انا بنفذ اعتمادا على خبرتي شويه يعني في الموضوع عموما، يعني ان انا طبعا يعني الوقت التنفيذ في الاصدارات عموما او في روبوتس اللي انا عملتها ما خدتش يعني وقت طويل قوي، خصوصا ان انا كنت ضاغط على نفسي شويه ان انا كنت بعمل حاجه عشان تطلع في وقت بدري عشان يعني ممكن تطبقه وتساعد في حاجات كتير جدا. فطبعا يعني اولا النسختين الاولانيين اخدوا حوالي شهر او شهر ونص، والنسخه الثالثه اخدت حوالي 45 يوم او شهر ونص. بس كده انا فاكراك هتقول لي شهور وسنين. لا اصل هقول لحضرتك على حاجه، يعني اصل الحاجه نفسها ساينس او الحاجه اللي معايا تمام دي طبعا اتعلمتها في سنين تمام، لكن لما اجي انفذ برودكت او انفذ حاجه تمام، فمن السهل قوي ان انا اختصر الوقت فيها او ان انا اقدر ان انا يعني اعمل سمبليفاي للموضوع تمام اكتر وابسط الوقت بحيث ان انا ما تاخدش الموضوع معايا وقت طويل.